عن أعلى أهل الجنة منزلة وأدناهم منزلة، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال ربنا سبحانه وتعالى سيدنا موسى: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: ادخل الجنة. فيقول: أي ربي، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ يعني أنا هدخل في الجنة، ده كل واحد ده ومفكر إن الجنة ازدحمت، يعني خلاص لم يعد فيها إيه، لم يعد فيها، ومفكر داخل البيت ولا داخل شقة ولا شيء، ما هو لسه العقلية بتاعت الإيه الدنيا. يقول له: يا رب يعني أدخل الجنة، ده كل واحد نزل إيه، نزل منزله وأخذوا أخذاتهم. فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ طيب انت يعني ده يعني ده اخر واحد دخل، يعني مثل ملك ملك من ملوك الدنيا. فيقول: رضيت ربي. فيقول الله سبحانه وتعالى: لك ذلك ومثله 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 ومثله. يعني انت مش مثل ملك ملك فقط، لك ذلك ومثله 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 ومثله، يعني خمس. فقال في الخامسة: رضيت ربي، يعني انا كده خلاص الحمد لله، ده انا كده تمام يعني، رضيت ربي. فيقول الله سبحانه وتعالى: هذا لك وعشرة أمثاله، هذا لك وعشرة إيه؟ وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت ربي. فسأل موسى، ده أقل واحد في الجنة، ده وبعدين سيدنا موسى بيقول: يا رب في أعلاهم منزلة، طب يا رب إيه أعلى واحد؟ فقال ربنا سبحانه وتعالى: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال ومصداقه في كتاب الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي لفظ في بيان أدنى أهل الجنة منزلة: فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. مثل الدنيا، الدنيا يعني بكل ما عليها من قارات وبكل ما فيها من، لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، وعشرة أمثال ليه؟ وعشرة أمثال الدنيا. وهذا حديث متفق عليه. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وأعظم نعيم أهل الجنة هو رؤية الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ يعني لما القمر يكون مكتمل كده في ليلة البدر، هل يعني أنتم في مشكلة أنكم تشوفوه؟ يعني ما أي واحد ممكن يراه. هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك. يعني الله سبحانه وتعالى يعطي الناس هذا النعيم، يعني أنهم ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال، يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يا ربنا، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وآخر من يدخل الجنة، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا من النار، رجل يخرج حبوا، فيقول له ربه: ادخل الجنة. فيقول: ربي، الجنة ملأة. فالجنة ملأت، الجنة هي ملأة. فيقول له ذلك ثلاث مرات، فكل ذلك يعيد عليه: الجنة ملأة. يعني ربنا بيقول ادخل الجنة، فالعبد بيقول له: يا رب الجنة ايه ملأة. ربنا سبحانه وتعالى يعيد عليه الأمر ثلاث مرات. يعني فبيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول له رب ادخل الجنة، فيقول: ربي، الجنة ملأة. فيقول الله سبحانه وتعالى ذلك ثلاث مرات، فكل ذلك يعيد عليه: الجنة ملأة. فيقول الله سبحانه وتعالى: إن لك مثل الدنيا عشر مرار. إن لك مثل الدنيا عشر إيه؟
عشر مرات. يعني وهذا الحديث متفق عليه، يعني ببين فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني مدى كرم الله سبحانه. ده احنا قلنا أدنى أهل الجنة منزلة، وده آخر واحد بيدخل الجنة وبيظن إن الجنة إيه اتملت، يعني هو مش فاهم، فاكر إنه دخل قطار بين ولا سفينة ولا أي شيء. فالله سبحانه وتعالى يقول له لك إيه مثل الدنيا وعشر أمثال إيه الدنيا وعشر مرات، ودي كلها حديث متفق عليها كما قلنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة.